السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، اليوم يوم الجمعة، نصلي على رسول الله في البداية وفي النهاية، نقول له في الحكاية نصلي على رسول الله في الرواية صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغ حيث شئتم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إذا يشهد عصير حمام بالزبادي بالسكر وماء، وهذا أرز بالقشطة، وهذا الحمام بالزبادي أيضا بالسكر والماء، هنعمل آية فطورة شوية عصير شوية عشان يبقى كوكتيل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. Mm-hmm.